بينك كذا دولة وقارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة بطلع معاكم في حلقة جديدة، ضيف عليكم، لأن البرنامج بتاع معاك في الغربة ده بتاعكم انتم مش بتاعنا، احنا كلنا ضيوف عليكم، بنهتم وبنرصد كل الأخبار الخاصة بالعاملين بالخارج، متعلقين بيكم، انتوا اللي بتوجهونا، انتوا اللي بتبعتوا لنا اخباركم. يا رب ننقل عنكم كل الاخبار الكويسه دايما، وما يكونش في اي خبر سيء خاص بحد فيكم. معاك في الغربه بيبنى بعض القضايا، بنسمع لصوتكم، بنوصل صوتكم بالضوابط اللي كلنا متفقين عليها من الاول. معاك في الغربه بيتعامل مع كل حد بيمثل مصريين في الخارج، حتى لو بيمثل نفسه، مش فارق معانا هو جاي منين او بيمثل مين او الكلام ده كله خالص اطلاقا. الفرق الوحيد انه هو احنا بيكو ومعاكو لغرض اساسي وهدف رئيسي، هو ان احنا نقول لاي مؤسسة من مؤسسات الدولة اما قايمة باللي عليها وبتعمل كل اللي عليها وشكرا ومش مطلوب منكو غير كده، او بنعتب مع بعض على مؤسسة ممكن يكون حد فيها ما بيقومش بالدور اللي مطلوب منه. مش معنى كده ان احنا بننتقد، احنا مننتقدش حد، كل الناس محترمة وشايفة شغلها كويس جدا، ولكن في الاخر احنا بندور على اهداف، اهدافها نوصل لها، اللي بيها هتاخدوا حقوقكم، اللي بيها هتكونوا عايشين مرتاحين، اللي بيها هتحسوا ان مؤسسات الدولة مادة ليكوا ايديها وبتتعامل معاكم من منطلق ان انت مواطن ليك كل الحقوق عند مؤسسات الدولة. واعتقد ان ادارة الدولة السياسية العليا بتوجه بده دايما ومحافظة على ده دايما وبتدعم ده دايما، وما بيطلعش حد من المسؤولين يتكلم عن المصريين اللي بره مصر ان هم فئة اقل او حقوقهم اقل او الكلام ده خالص اطلاقا. ده اللي احنا حتى بنستشعره لما بنناشد اي مؤسسة من مؤسسات الدولة في الداخل او في الخارج، بيكون التوجيه سريع وبيحافظوا دايما على عمليه الصله بينكم وبينهم، ان نقدر ندعي ان احنا حلقه من حلقات الوصل دي، لكن مش كل حلقات الوصل. كل مؤسسات الدوله اعتقد ان هي عامله مع العاملين بالخارج اكتر من وسيله من وسائل التواصل، منهم بعض الوزراء اللي بيطلع يناشد حضراتكم ويستقبلكم لايف في بعض المداخلات او بعض الأوقات، منهم الناس كلها فاتحة صفحاتها بتستقبل شكاويكو. احنا بنحافظ دايما ان احنا نكون صوتكو وصوتكو بس، وضد اي حد ضدكو. الحد ده بقى ليكو عنده حق، موجه لكو اتهام، بيعمل اي حاجة اللي بيها بيضر مصري، فاحنا لا، احنا ضده، ومبدأنا الاساسي من الاول ان احنا ضده، وهنوجه كل صوتنا مع صوتك، وهندعم بعضينا في ان احنا نوصل لان كل واحد فيكم يكون واخد حقه. طالما اللي احنا بننقل صوته وبنوصل صوته للناس مع مصر، وبقول مع مصر يعني مع كل مؤسسات مصر، يدعم كل مؤسسات مصر. يعني ممكن ادعم كل مؤسسات مصر بس ليه اعتاب على مؤسسة او جهة معينة. هنعتب مع بعض وهنتواصل مع بعض وهنحاول نوضح الصورة مع بعض، ولكن في الاخر كل مؤسساتنا احنا عايشين بيها في الداخل والخارج، دعمها من دعمنا، قوتها من قوتنا، مش هنهاجم ابدا ولا هنسب ولا هنشتم على مؤسسة من مؤسساتنا وبعد كده نحتمي فيها، لان اللي انا بسب ده فيه هو اللي في الاخر هيوجه لي الدعم والمساندة وهيدعمني وهيجيب لي حق. فيبقى منين انا بسب المؤسسة وبرجع اقول للي بياكل حقي انا هروح سفارة بلدي؟ طب ما انت بتشتم في سفارة بلدك، ما بتكلمش على دولة معينة. بس لازم يبقى هدفنا الرئيسي ان احنا نقوم من بعض زي العيلة الواحدة. بس طول ما احنا بنقوم مؤسسات الدولة بتاعتنا وبنحافظ على انها لا تسب ولا تمتهن ولا يتهان حد فيها ان كان كبير او صغير، هنقدر نوصل لان الناس هتعمل حساب لمؤسسات الدولة دي. فلما حضرتك هتوقع في مشكلة وتيجي مؤسسة الدولة تدعمك هتبقى يعني بتمثل ثقة، لكن لما حضرتك هتطلع النهارده تشتم في كل مؤسسات الدولة في الداخل بقى او في الخارج ويحصل لحضرتك مشكلة ويجي يدعمك، طب بأمارة ايه؟
حتى لو هو بيدعمك والناس ما تقدرش تتاخر، مش عشان انا بسيب مكان فمش هيجي يدعمني، لو هيقوم بدوره، بس حضرتك كسرت الحاجز اللي بينك وبين المؤسسه بتاعت الدوله اللي بيه الاجنبي او اللي واكل حقك خلاص ما بيخافش من المؤسسه دي، لان حضرتك انت امتهنتها وكل الكلام عليها اصبح انه هي شتيمه وما بتعملش حاجه و و و. فلا يا جدعان، هندعم مؤسسات الدوله، هنكبر مؤسسات الدوله، مش احنا اللي هنكبرها، هي كبيره بس هنديها حقها في ده. ليه؟ عشان نقدر في يوم من الايام نعتمد عليها او يكون ليها رهبه لما اقول للي بياكل حقي او بيمتهني او بيجي عليا او بيظلمني هروح سفاره بلدي، ما يقوليش ما سفاره بلدك فيها وفيها وفيها. فنحافظ دايما على دي لينا كلنا مش للمؤسسه، انا ما بتكلمش على مؤسسه بعينها، انا بتكلم على كل مؤسسات الدوله. الدوله لما النهارده بيطلع حد يقول عليها كلمه بيترد عليه من الاجانب قبل المصريين، وكلنا عارفين الاعلام الماجور بيطلع شغلته يعني شغله الشاغل هو متهم مؤسسات دولتنا وبيستغل قضاياكم في ان هو بيضرب في مؤسسات دولتنا وبيقول مؤسسات دولتنا اللي فيها وفيها ما بتعملش وما بتسويش. مش عايزين ده يبقى هو المبدا، لان احنا لو ادينا لضعف المؤسسات طب مين اللي هيحمي حضرتك؟ ما حضرتك بترجع تقول ما بيعملش او ما بيسويش. فعايزينهم يحافظوا على الثقل اللي هم فيه، مش احنا اللي هنقول ان مصر كبيره. مصر كبيره غصب عن اي حد، مؤسسات مصر بتمثل مصر، بتمثل مصر الكبير بس. فده كانت ملحوظه بس، لان الدارج دلوقتي ان في ناس متخيله ان احنا يا بننتقد يا هننتقد. احنا ما بننتقدش حد، مش من حقنا ننتقد حد. احنا كل الفكره ان احنا بنوجه لوم او بنعتب على احمد عشان احمد ما عملش الاجراء المناسب في الوقت المناسب. بس في بقى احسن من احمد، مدير احمد بيعمل ده. فقره الاخبار بتاعتنا طويله، هنخرج فاصل، وبعد الفاصل باذن الله هنستقبل استاذه اسماء الصياد ضيف حلقاتكم، هنوجه بعض الاسئله ليها وهنهتم بقضايا كتير جدا من اللي شغله الراي العام ومولعه مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا اخبار بشانها، هنعتب وهنوجه اللوم لبعض الناس اللي ما قامتش بدورها ووصلتنا للمراحل دي، وكل ده ان شاء الله بعد الفاصل. فاصل قصير ونرجع لكم على طول. بعد الفاصل معانا ضيفه الحلقات اللي زي بالظبط ما انا ضيف عليكم في كل حلقه، استاذه اسماء الصياد. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. طبعا احنا عشان الاذان ما لحقناش نقول الاخبار، هنقول الاخبار مع بعض. تمام. بس وحضرتك تعلق على خبر تحت امرك. بس عندنا الخبر الاول بيقول ان وزاره التربيه والتعليم، وانا مصمم ان انا اقول وزاره التربيه والتعليم بس والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي اعلنت عن المستندات المطلوبه لابناء مصر في الخارج اللي بيقدروا يقدموا في المدارس هنا بالنسبه للمنهج المصري كانهم بيتعاملوا في مصر بالظبط بس امتحاناتهم بره. تمام. طبعا هنا كان بيجي لنا مشاكل كتير جدا عن ابناء العاملين بالخارج اللي بيروحوا المدارس المصريه اللي هو امتحانات العاملين بالخارج. تمام. على المسار المصري اللي بتكون تبع السفاره ومروح الثقافه المصري في الدوله بالظبط كده. تمام. بس عند حضرتك اي مشاكل في الخبر ده؟ لا هو مفيش مشاكل خالص، بالعكس ده حاجه جميله جدا يعني، لان في بس ناس تعليم الفن اعتقد انه جديد بالنسبه للمصريين في الخارج. بالظبط بالظبط كده. بس هو فعلا خبر جميل جدا، لان في ناس فعلا تواصلت معانا وقالت ان هي كانت بتحاول تقدم الفتره اللي فاتت اخر سنه كان صعب عليها شويه تقديم من خلال مصر. طيب احنا عندنا الخبر الثاني بيتعلق بنفس الموضوع، وزارة التربية والتعليم بتقول ان نظام امتحانات العاملين بالخارج بنفس الشروط ونفس الطريقة اللي حصل بيها السنة اللي فاتت وكل السنوات السابقة. بس اعتقد ان مفيش اي مشاكل في ده. لا مفيش اي مشاكل، هو بتبقى مطلوب يعني مثلا السن المعين، شهادة الميلاد، الحاجات دي كلها مفيش مشكلة خالص يعني. توقيت معين بيبدأوا ان هم يقولوا احنا خلاص بدأنا في مرحلة تقديم الاوراق للامتحانات، خلاص الناس بتبقى عارفة، بتبقى تقريبا في شهر، يمكن شهر 9 لا 4 لا التقديم تقديم شهر 4 تقديم لا بالنسبه للعاملين بيبقى قبل كده، لكن الامتحانات هي نفسها اللي بتكون قبل بالزبط. قبل يعني قبل المدارس في مصر او في نفس التوقيت تقريبا بتكون في شهر، لا بتكون في شهر 4 الامتحانات تقريبا. بس هو عندنا هنا الخبر بيقول ان الطلبه بتوع الصف الاول والثاني الثانوي تمام هيكون امتحاناتهم على دورين.
الاول والثاني الثانوي بالظبط، ترم اول وترم ثاني يعني بالظبط، نفس الـ يعني بنفس الطريقه او الاليه اللي بيتم فيها الامتحانات هنا في مصر. تابلت ما قالوش تابلت بس قالوا بنفس الطريقه. ما هنا في مصر هيبقى نظام التابلت. طيب ما احنا محتاجين نتاكد من الخبر ده، ولا هم قصدهم على دورين بس عشان هنا بيمتحنوا على دورين؟ لا محتاجين نتاكد ونتواصل مع وزاره التربيه والتعليم بهذا الشان يعني ان شاء الله. طيب ممكن كمان استاذ ياسر ياكد لنا، هل الامتحانات بتاعت العاملين في الخارج للصف الاول والثاني الثانوي هيكون بنفس النظام بتاع التابلت ولا هيكون عادي بس المقصود منه بنفس نظام السنه اللي فاتت؟ بنفس النظام السنه اللي فاتت، يعني السنه الماضيه كان الامتحانات ورقيه مش بنظام التابلت. اه صح. اه في عاملين في الخارج ما امتحنوش تابلت؟ لا هو بنفس الاليه ونفس نفس الشروط ونفس اه بنفس الطريقه بالظبط. ده الخبر الثاني معانا. معانا الخبر الثالث بيشيد بالنائبه غادة عجمي. تمام. بس طبعا سبب الاشاده ان في البيان الصادر ان موقع تم تصميمه بشكل سهل للغايه يضمن سهوله في التعريف بالخدمه وبالنص القانوني المنظم لها والموعد القانوني لاتمام الخدمه واستفاده صاحب الطلب منها والمستندات القانونيه المطلوبه لاتمام الخدمه والنماذج القانونيه لتقديم طلب الخدمه والبيانات المطلوبه لاستيفائها. موقع ايه يا فندم؟ ده اطلاق موقع الكتروني خاص باداره الجوازات والهجره والجنسيه. ايه علاقته بالست النائبه يعني؟ هو هي اللي هتبقى، فهمتش يعني؟ برضه مصلحه الجوازات والهجره عملت موقع بحيث ان المصريين في الخارج يقدموا الخدمات بتاعتهم او يطلبوا خدمتهم من خلال الموقع ده، بيساعدهم شويه. خلينا في الخدمه دي. الخدمه دي ايه راي حضرتك فيها؟ ممتازه جدا طبعا. طيب ده ممتازه جدا. اشمعنى النائبه غادة عجمي هي اللي اشادت بده، ما اشادتش بيه ليه كل المؤسسات الخاصه بالعاملين بالخارج؟ مش عارفه، بس هو انا شخصيا انا بشيد بالخبر ده، ودي حاجه جميله جدا مصلحه الجوازات والهجره، لان احنا عندنا طبعا حضرتك عارف ان في يعني تواصل بشكل كبير من العاملين بالخارج بشان الجوازات والتاخير بتاع الجوازات، وعايزين يعرفوا ايه الاوراق المطلوبه والتعليمات اللي، بحيث ان انا لو نزلت مصر ممكن اقدم الجواز او مطلوبه ايه، او انا لو هتابع او اقدم من الدوله المقيمه فيها وليه بيتاخر والكلام ده كله. الموقع هيسهل عليهم الحاجات دي كلها. انا عارف ده. تمام. بس انا بسال حضرتك النهارده لما بيحصل مشكله او في تقصير من اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، تمام، مش كل الممثلين اللي عاملين بالخارج، ما بقولش ممثلين لان انا اسف يعني انا لا اعترف ان في حد يمثل عاملين بالخارج، كل واحد في الخارج بيمثل نفسه، واحنا اكبر من ان كيان يجمعنا كلنا في الخارج، اللي بيجمعنا بره في الخارج هي مصر. طب مصر اي جهه او اي كيان هو بيسهل الاجراءات على العاملين بالخارج، واي حد بيخدم العاملين بالخارج حتى لو بره الكيان احنا بنحترمه وبنوجه له كل الشكر والتقدير. يعني برضو مع كامل احترامي لحضرتك وتقديري لوجهه نظر حضرتك، بس طبعا انا رايي غير كده تماما يعني. اللي هو المفروض ان يكون في كيان بيمثل العاملين في الخارج في كل دوله على الاقل. تمام. ويكون في تواصل بين الكيان ده وبين الدوله المصريه، مؤسسات الدوله المصريه، عشان ينقل لهم اخبار ومشاكل ومتطلبات المصريين في الخارج بشكل يعني اوسع يعني او بشكل اشمل. لان حضرتك انت عارف ان عدد من المصريين في الخارج في كل دوله، مثلا زي السعوديه في 2 مليون، زي مثلا هنقول في دول اوروبا في عدد، في دول الخليج في عدد، بيبقوا عايزين، في ناس عندها مشاكل بتبقى عايزه تتواصل مع الدوله. انا لما في حد بيعمل معانا مداخله تليفونيه من خلال البرنامج، حضرتك انت بتشوف مشكله حد او اثنين او ثلاثه او 10 او 20 في الحلقه، لكن ما بتشوفش كل ال 20 مليون مصري بره احوالهم بتبقى عايز عامله ازاي. بيحلوها الكيانات؟ بتحلها الكيانات، بتحاول. المفروض دورها مش الحل بقدر ما هو يكون هم بيوصلوا الافكار والمشاكل دي لمؤسسات الدوله. يعني في ناس بره يعني بيساهموا في حلها، افكار حلوه. اه هم دورهم هم ينقلوا الحاجات دي لمؤسسات الدوله. وقايمين بدورهم زي دور هنا النواب، زي يعني دور النواب قايمين بدورهم صح؟ ما فيش الفرصه دي يا فندم، هو لازم يكون في كيان رسمي والدوله بتدعمه. طب ما في كيانات رسميه زي الاتحاد اللي حضرتك خرجت منه، الاتحاد العام للمصريين في الخارج. بالظبط. هو الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمناسبه والله فيه طبعا، يعني لو هكلمك عن الفرع بتاع ليبيا وشمال افريقيا، ده يعني فرع فعال جدا كان، وكان بيخدم عدد كبير من الجاليه المصريه في ليبيا في ظل
المشاكل والاحداث اللي كانت حاصله وعدم وجود بعثه دبلوماسيه في ليبيا. فكان دور الدكتور علاء حدوره اللي هو عضو الاتحاد العام للمصرف الخارجي، عضو مجلس اداره، ده كان دوره التواصل مع الجاليه المصريه هناك ومؤسسه الدوله هنا، وطبعا حل لهم مشاكل كتير جدا من ضمنها واهمها مشكله برضه رجعنا اللي انا بقوله، انا بقول لحضرتك الاتحاد في شخص بيخدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج او غيره زيه وزي اي وزاره او اي مؤسسه ممكن تكون لا لا لا, لا 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 مش زيه زيه. بقول بدي حضرتك مثلا في زي الاحزاب، هنتكلم عن الاحزاب، في احزاب فعاله ونشيطه وشغاله وفي احزاب للاسف ما لهاش وجود. تمام. برضه الاتحاد العام للمصرف الخارج ليه فروع، لا بس في ديوان وفي فروع شغاله. الاحزاب الاحزاب غير الكيانات. انا النهارده لا يمكن ان ادعي ان انا بتكلم عن المصريين بالخارج. حتى البرنامج مش هو البرنامج الوحيد والاوحد للمصريين بالخارج، اكيد طبعا. صح؟ بس حضرتك بتحاول تنقل صوت الناس. انا الممثل الرئيسي والشرعي للمصريين بالخارج. انا على فكره لا انا عشان برضه اكون محدد، ما حدش انا ضد ان في اي كيان يطلع موازي لمؤسسه من مؤسسات الدوله. لا اخدم طبعا براحه حضرتك والا يا فندم، واعمل كل اللي حضرتك تقدر عليه. تمام. لكن في الاخر تبقى الدوله ويبقى مؤسسات الدوله الواجب دعمها. اللي بيعارض مؤسسه الدوله في كده، ما هو انا النهارده لما هعمل كيان المصريين اتعامل معاه، اتعامل معاه ليه؟ عشان مشكله بيعرضوا مشاكلهم. في ناس بتبقى عندها يعني تواصل مع السلطات او خبره في حل المشاكل دي. طب وليه بعتب على مؤسسات الدوله انها بتعملش؟ نعم. وليه بعتب على مؤسسات الدوله انها بتعملش؟ لا ما احنا لازم ان احنا نقول لازم يكون في تنسيق اكتر، في تطوير اكتر. بس عارفه حضرتك عشان لكن انا نلغي الكيانات؟ لا 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 ما بقولش الغي الكيانات، انا بقولش الغي الكيانات خالص. لكن بقول ان حضرتك عشان يعترف بان في كيان ممثل للمصريين بالخارج في دوله الامارات. تمام. وكلنا نعترف بده، والعاملين بالخارج في دوله الامارات يقروا بده، واجهزه الدوله تقر بده، يبقى النهارده القنصليه والسفاره في الامارات مش هتتعامل غير مع اللي هيجي لها من ده. صح؟ لا طبعا، لا طبعا مش كده خالص. القنصليه حضرتك عارف دور القنصليات ايه؟ حضرتك عارف عشان برضو احنا برضو الناس لازم تبقى فاهمة ان دور القنصليات هي مش يعني القنصليات مش محامي عنك في الدولة دي قد ما هي بتقدم لك خدمات لدى مؤسسات الدولة المصرية. لكن حضرتك انت مثلا في لبنان. تمام. وعندك مشكلة ومحتاج محامي، السفارة المصرية ممكن تتابع لك مع المحامي، لكن مش هي اللي هتدخل تدافع عنك عند القاضي. لا انت عندك مشكلة محتاج محامي فيها. احيانا بيخش بس يا فندم. لا الدوله على حسب التعليمات تحت الدوله المضيفه. يعني مثلا في لبنان بيقول لك لا احنا يعني محامي لبناني. اهلا وسهلا، محامي مصري يدخل يدافع. السفاره دورها بتوصل اوراق. انا ما بتكلمش على نظام التعامل في الدوله، انا بتكلم على سفاره بلدنا احنا. بتتابع. تمام. تتابع القضيه. هل في قضايا ما دخلش حد حضر من السفاره مع المواطن كتير المصري؟ كتير طبعا في قضايا. طبعا في قضايا مفروض. وهل في حد من الاتحاد بيحضر؟ لا ما بتكلمش على الاتحاد. انا كل مش الناس اللي في الاتحاد اخواتي تقريبا فندم. و... الاتحاد و... مش وعلى راسي. انا بقول لحضرتك الاتحاد بقول او غير الاتحاد دي مش جهه رسميه عشان طب تدخل. ليه بقى عايزين نعمل كيانات تاني؟ ما احنا ما هو الكيانات دي ما احنا برضو حضرتك لازم تعرف ان الدوله اللي فيها الدوله اللي احنا مقيمين فيها او الدوله المضيفه دي عندها انظمه وعندها تعليمات وعندها قوانين على حسب قوانينها. هي مش بتقبل ان الا يكون محامي من الدوله دي. لا خلاص ما بتكلمش عن محامي والله. لكن ولا اتحاد ولا رئيس جاليه ولا سفير هيحضر يدافع عنه. لا مستشار القانون بينزل يحضر. مستشار القانون بيحضر المدافعه والمرافعه عن المتهم واحيانا بيتفوت حد الدوله. ايوه انا قبل كده اتفوضت في موضوع زي كده. يعني انت حضرتك عايز تقول لي لو قضيه زي بتاعه المهندس علي ابو القاسم في السعوديه ممكن محامي مستشار قانوني في السفاره او في القنصليه يحضر مع المحامي السعودي؟ لان مش هيعمل نظام يحضر المتابعه. طبعا المتابعه طبعا ده المفترض. المفروض ده احنا لسه كنت هكلم حضرتك في النقطه دي. لكن بصي هو الموضوع هيفضل سجال. كل حد ليه قناعة. احنا بيجينا حضرتك كلها بتاعة النقابة والناس كلها اللي بيأسسوا النقابة والنقابة والاتحاد وكل المسميات لها كل الاحترام والتقدير. بس في الأول لازم ندعم مؤسسة بلدنا. ده أول شيء طبعا. قوتنا
لو امتهنا المؤسسه دي وحسس الناس ان هي مش موجوده بتقدرش يعمل حاجه، والنهارده بروح احتمي فيها، طب عايز تعمل لك ايه؟ امال ازاي حضرتك سفير؟ احنا لازم الشخص ده يبقى سفير لبلده بره، لازم يتكلم عن بلده بشكل كويس، لازم يبقى يعني يتكلم. طب احنا اخر خبر عشان تقريبا في ضغط مكالمات كبير جدا. اتفضل. ماشي، احنا عندنا خبر مهم جدا بيقول ان المملكه العربيه السعوديه سمحت لبعض الفئات من الاجانب بالجنسيه السعوديه. فعلا منح الجنسيه الخبر السعوديه ده طبعا، واعتقد يعني على حد ما يعني عرفت ان طبعا من ضمن الناس دي هيبقى ابناء المصريين، يعني لو حضرتك هيبقى عايشه لهم الحق في السعوديه وعند حضرتك ابناء مولودين في السعوديه هتروحي تاخدي لهم الجنسيه؟ مولودين في السعوديه تقصد؟ لا لا لا، ما على حسب برضو، لا يعني ما مش عادي، كل حريه شخصيه. بس انا طبعا بتكلم حريه شخصيه، انا بتكلم في يعني الشروط والضوابط اللي اتعملت لده اكيد ليها بعض الاهداف اللي حددتها المملكه العربيه السعوديه تدي الجنسيه لمين. انا بقول ده ليه؟ انا بقول ده لان احيانا في ناس بتشتغل على الخبر، احيانا في ناس بتستهلك مننا بسبب الخبر. يعني خبر مثلا التصريح اللي حصل بالخبر اللي طلع على لسان خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه بموضوع منح الجنسيه، هتلاقي الناس اللي قبل كده خدت عيني من المصريين في الخارج مبالغ ماليه على اساس انها تشيل لها بلاغ الهروب و و و هيبتدي النهارده يحل له حل اخر بقى. تعالى ده انا اجيب لك الجنسيه بس ادفع قد كده، هيستغلوهم. ناخد بالنا عشان القرارات دي ما بتبقاش لازم ما بتبقاش كده بالظبط، لازم يكون عنده خلفيه عن القوانين، القانون كله والتعليمات بتاعته عشان ما يبقاش فيه اي لغط حصل. اكيد طبعا. بس انا على ما حد ما سمعته لسه، الحلقه الجايه ان شاء الله نكون جايبين تقرير كامل عن الموضوع ده. بس المفترض اللي انا اعرفه ان اللي هم المصريين المتزوجين من زوجات سعوديات. طيب ابنائهم ياخدوا الجنسيه. معانا مكالمة من العراق. تمام. استاذ محمود من العراق، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك وطول عمرك. الله يديك الصحة. انا رضا محمود محمد من محافظة المنصورة مركز شربين. اهلا وسهلا استاذ رضا. اهلا وسهلا. مقيم بالعراق. اهلا وسهلا عم رضا. الجوازات مالتنا خلصت، الجوازات وعندنا اطفال تدرس هنا واني واخد عراقيه، والاطفال عندنا بتدرس بالمدارس وبكون بالعراق. تمام عم محمود. فنروح للسفاره المصريه الراجع استاذ احمد، نروح للسفاره المصريه الراجع ما يجددوا لنا الجوازات. عم رضا انت بقالك قد ايه في العراق؟ انا صار لي 37 سنه بالعراق. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الجوازات انتهت من امتى عم رضا؟ استاذ احمد، استاذ احمد اتفضل. استاذ احمد معاك يا فندم. سامعك. انا عندي اهل العراقيه توفت، عندي اهل العراقيه توفت، وعندي جهاز صغيره والله بربي به. الله يديك الصحه. بقى عراقي 37 سنة بكده. وأنا خبرت الست أسماء الخميس اللي فات، الست أسماء الله يبارك به ويحفظه. اللهم آمين. الله يحفظك يا رب. والله يحفظه على أدبه واحترامه إلي. الله يخليك. أنا أريد لي جواز أنزل بيه مصر، أنزل بيه مصر أجدد الجواز لولدي وأرجع تاني أسجل الجوازات وأنزل ولدي لمصر. كل ما أروح للسفارة المصرية تقول لي، كل ما اروح للسفاره المصريه تقول لي ماكو تبديل جوازات، انزل انزل. انا لما انزل ماكو ينطون عوده، ما ينطون عوده الا على الجواز الجديد. طبعا. اقول لهم جددوا لي الجواز بست اشهر، بسنه، واخذ لهم شهاده الوفاء اللي معايا، اخذ لهم شهاده الوفاء اللي معايا. مالت اهلي. طيب بص يا عم رضا، بص يا عم رضا انا اقول لحضرتك على حاجه ملحوظه بس. الاماكن اللي ما فيهاش بعثه دبلوماسيه كامله بيبقى في تخوف من اصدار الجوازات هناك، لان انا طبعا النهارده كل الاماكن يا رب يحفظ العراق واهلها وشعبها وكل المصريين المقيمين فيها وترجع تاني زي ما كانت، لكن النهارده التوتر اللي في بعض الدول بيؤدي لتخوف من الدوله
ان هي تصدر جواز سفر رهنة. تمام, تمام. هي ما تعرفش اصلا مين وجاي فين ونزل ليه والكلام ده, وجود امان بس في بالظبط. بس انا عايزه اقول له حاجه. اتفضل. هو طبعا المفترض ان نفس القصه دي حاصله في ليبيا, وحضرتك عارف ان احنا كنا واخدين استثناء للعاملين في ليبيا المصريين بعمل جوازات سفر لمده عام. فاحنا طبعا ان شاء الله انا حددت ميعاد مقابله مع مدير اداره القنصليات في مصلحه الجوازات والهجره, ان شاء الله هنعرض عليه الامر ان احنا نحاول نعمل جوازات سفر او يعملوا جوازات سفر للمصريين اللي هم محتاجين للجواز لمده عام حتى للعوده داخل مصر بس, ويكون طبعا الكلام ده عن طريق القريب من الدرجه الاولى. دي هتشوفيها وترد علينا في الحلقه الجايه فيها باذن الله ان شاء الله. معانا استاذه هند من المحله. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ انا هند مدام خالد زيادي, مسافر هو بقاله 8 سنين لبنان عن طريق سوريا, ولغايه دلوقتي مش عارفين عنه اي معلومات. اهلا وسهلا يا فندم. طيب انتوا طبعا اللي اعرفه اخر حاجه ان اتعمل توكيلات بالظبط في محامي. أيوة. سعودي. أيوة. محامي سوري, انا اسف. المحامي معانا في التوكيلات, في كان في توكيل ناقص. التوكيل ده خلص والتوكيلات بتصدق بالظبط على اساس ان تم طلب اضافه عليه, ومفيش اي اخبار طبعا عن الشكاوى اللي حضرتك مقدماها او اي رد او حصل خلال الفتره دي, لا في المحافظه بتاعنا في الغربيه ولا في القاهره في القنصليه ولا في الخارجية ولا في أي حاجة, ولا من السفارة حتى كتير. السورية ولا السفارة ولا السفارة. طيب ما وصلنا السفارة المصرية في بيروت قالوا لنا احنا ما نعرفش أي حاجة وما ردوش علينا تاني. طيب احنا معاكي وهنكمل معاكي يا أستاذة هند, وإن شاء الله بإذن الله رب يرجع بألف سلامة ونعرف عنه كل خير, وهنكمل إجراءاتنا وماشيين في الموضوع ومتبنين معاكم الموضوع, ويا رب ما يطلع حد فيهم لعلاقة بأي حاجة مخالفة للتعليمات وموقف لا مصر. لا مفيش يا فندم لسبب, ولا يكون حد فيهم منتمي لأي جهة معادية لدولة سوريا. أنا هقول لحد, وإن شاء الله بإذن الله نكمل على خير. أنا بكرر معلش نفس ده, لأن أنا بالنسبة لي نقطة الفصل إن لا قدر الله حد فيهم يطلع مدان في أي حاجة تخص المواضيع دي. لا طبعا, وأنا هقول لحضرتك حاجة, هم طبعا معظمهم كانوا مقيمين في دولة لبنان, وتواصل معهم تجار الناس اللي هم بينصبوا على الولاد. احنا طبعا اتفقنا ان معاك في الغربة هاخذ كل السبل في البحث عن الشباب دي, بس الشباب دي عددهم بس سبحان الله كبير جدا. عايز اقول يعني احنا كنا متفقين ان هم 7, وصلنا النهاردة حوالي 12-14 حد بس, وللأسف الشديد اخر مكالمة جاية بتقول ان في 2 بنات بالظبط. ده لسه هقوله لحضرتك. فيا رب ان شاء الله باذن الله يستر ونوصل لاخبار كويسه عنهم ونطمنكم, واحنا مكملين في الموضوع ده باذن الله. بس هقول لحضرتك, بس انا عايز اقول حاجه عشان بس المشاهدين. محمد حسن هنرجع ينتظر بس لحظه معانا الموضوع. طيب اوكي, معانا استاذ معانا حد من طرف استاذ محمد حسنين صح؟ اه استاذ محمد حسنين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا استاذ مع المستشار؟ اهلا وسهلا والله. تمام. محمد حسنين من جازان الله يكرمك. ازاي محمد؟ ازيك؟ ازيك استاذ محمد عامل ايه؟ ازاي معاليك وازاي الاستاذ؟ في نعمه الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين الله يكرمك. وحضرتك بألف خير يا رب العالمين. محمد ربنا يوفقك يا رب. اتفضل. اتفضل استاذ محمد معاك. طيب معاك يا مع المستشار. طبعا انا عندي مشكله الى الان مسددت في السنه الرابعه على التوالي, والمشكله دي مسددت, وطبعا يعني فيها مجموعه من التشعب كده, محتاج فعلا يعني معاليك تكون معانا وتدخل وزاره الهجره. احنا تحت امرك مش معاك يا استاذ محمد. ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يعزك ويخليك يا رب العالمين. انا عارف ان المشكله, بقول لحضرتك احنا تحت امرك مش معاه. انا بس عايز اقول له يعرض لنا مشكلته باختصار. استاذ محمد اتفضل. استاذ يعني محمد احنا سامعين بس ايه عشان المشاهدين عايزين المشكله باختصار كده, الناس محتاجه تعرف الموضوع. طيب المشكله باختصار. حاضر يا استاذ اسماء الله يحفظك. انا بالنسبه لي مشكلتي بشكل مختصر خالص, اثنين شركاء, انا شغال في شركه طبعا, اثنين شركاء اختلفوا مع بعض على ايرادات وارباح الشركه. تمام. مدير الشركه بدا يتهمني انا باختلاس الشركه. تمام. فبنى كل اتهاماته على اساس ان انا محاسب الشركه ومديرها
ويعني والمدير المالي بتاعه. طبعا انا اساسا خريج اداب ماليش علاقه بالحسابات، كنت مدخل البيانات في الشركه. تمام. بعدين طبعا الاتهام ده امتد من عام 37 هجري الى الان، احنا الان في 41 السنه الرابعه. والنيابه العامه حفظت اتهامين، الاتهام الاول في الشرطه حفظته والاتهام الثاني في النيابه حفظته. صدر لي قرار رواتبي، حاولت اوصل لقرار رواتبي او ان انا انفذه، فطرح ان مفيش شركه اساسا. بالظبط. الشركه اساسا مش موجوده، يعني الشركه سجلها محظور وهربانه من الزكاه والدخل، وطبعا مخالفه الارصاد وحمايه البيئه والاشياء دي. فصرت انا اتجه لاكثر من جهه، اشتكيت في النيابه العامه، اشتكيت في مكتب العمل، اشتكيت في وزاره التجاره، اشتكيت في الزكاه والدخل، اشتكيت في كل جهه موجوده. وفي النهايه اتحالت معظم معاملاتي على مكتب العمل. في جلسه من الجلسات اللي محدده في مكتب العمل، حضر لي الوكيل بوكاله طبعا يعني ينسبها الى الشركه، وكيل الشركه ينسبها الى الشركه بالظبط، ومش عايز يلتزم بالرواتب يعني، بس هو جاي يعطلني او جاي كده. ففي الوضع ده خرجنا من مكتب العمل في اليوم ده، وانا رفضت طبعا، لان طبعا الموضوع ده استمر كتير جدا. خرجت من مكتب العمل، وطبعا اتعدى عليا وشتمني وسبني وسب المصريين وسب. لا مش عايز دي، معلش يا استاذ محمد، احنا متفقين احنا هنعمل ايه في دي، احنا ما حدش يقدر يقول ان حد سب المصريين، احنا نرفع عليه قضيه وناخد حقنا ثالث ومتلت يعني. معلش تجاوز دي. طيب معلش اسمحني معلم. اتفضل يا فندم. اتفضل. الله يكرمك. طيب معلش برضو يعني معلش بس سؤال بس، هو يعني كان في شهود مع حضرتك اثناء الواقعه دي؟ كان في شهود؟ يا استاذه اسماء انا كنت لسه بكلم معالي المستشار الان. طبعا الامر وقعه السب والقذف اللي تمت علينا وعلى الشعب المصري، انا معايا بقى حكم قضائي الان. انا معايا شهود حضروا وحضرنا في المحكمه لمده سنه كامله او سنه ونص نحضر جلسات. يعني حضرتك خدت حكم حضرتك خدت حكم لصالحك في القضيه دي؟ ايوه خدت حكم عليه بالجلد. ايوه الحكم ده جاهز معاك يا استاذ محمد؟ الحكم جاهز يا بيه. ايوه. طب ابعت لي بعد اذنك صوره رسميه منه وقول لي بقيه المشكله بتاعت حضرتك ايه. انا بس هقول لحضرتك تعليق، يعني هو خد حكم لصالحه هو، وكان ساعتها انا فاكره ان تعليق القاضي كان قال لحضرتك انت معكش وكاله من اي حد تاني ممكن يكون يعني طلب معاقبته. صح هو حييك وحييك يا استاذه اسماء على متابعه حضرتك فعلا. ايوه بالزبط. ان فعلا القاضي لما حكم بالجلد واحيلت الاستئناف، الاستئناف طلب يغلظ الحكم عليه بالظبط، يعني مضاعفه الحكم، لان طبعا القذف تعدى عليه. انا بتكلم مع المستشار عنده تحفظ شويه اعتراض النيابه يعني. انا بس ليا نقطه مهمه جدا. لا مش تحفظ يا استاذ محمد، مش تحفظ مع احترامي انا، ما يعني ما فيش كلام في 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 موقف زي ده. موقف زي ده لازم هيتاخد فيه فعل، وفعل قوي جدا، ومن حضرتك ومني ومن كل حد في مصر. فبرفض كلام في الموضوع قبل ما ناخد حقنا اجراء قانوني، بس عشان احنا مش هنكون سبب في ان حد يشتم حد ونرجع في نفس الدايره تاني. اللي شتمنا هناخد حقنا منه ثالث ومتلت، لكن مش موضوع تحفظ. وده لا بس. انا بقول لحضرتك متحفظ لحقنا مش متحفظ على حقنا. لا خالص اطلاقا حضرتك، انا تحت امرك ربنا يعزك. فمعلش انا بس حابب حضرتك تسمع مني الجزئيه. اتفضل يا فندم. مهمه جدا للغايه. اتفضل بس معلش اختصر عشان والله في مكالمات كتير، ولو قطعت على حضرتك هيرجعوا يقولوا لي قطعت على محمد حسن. ايه؟ لا 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 محمد حسن، انا بقالي اربع سنين يا معالي المستشار عايز اكلمك، اربع سنين. انا تحت امرك. فمعلش اتحملني. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. ربنا يبارك. اتفضل. فطبعا سب يعني السب والقذف الواقعه اللي حصلت، انا بلغت بها الخارجيه المصريه والسفاره والهجره، وانتظرت ان حد يتحرك من اخواننا في الخارجيه والهجره والسفاره، ولكن يعني بكل اسف ما حدش اتحرك معايا ولا حد اهتم بالامر ده. فانا لازلت بطلب تاني وبكرر مناشدتي تاني ان حد من الخارجيه ومن السفاره ومن الهجره يقف معايا، يعني بس على الاقل خالص يجي يطالب بحقه، زي ما الاستاذه الفاضله الاستاذه اسماء الان تكرمت ان القاضي فعلا قال انت ما معكش وكاله. أنا معايا وكالة عن زوجتي وعن أولادي، ده جزء. الجزء الآخر هسيب بقى المعاليك بعد ما أرسل لحضرتك الأحكام اللي صدرت في الأمر ده، هسيب لمعاليك الجزء ده وهتكلم في الجزء الثاني. أنا النهارده بقالي 44 شهر بدون رواتب.
طبعا بدون رواتب، وحتى اذا حصلت على رواتب اليوم وصدر معايا قرار على فكره برواتبي، قرار صادر من وزاره العمل برواتبي بالظبط، ولكن للاسف ما في شركه، يعني امام وزاره العمل ما في شركه. طيب في الاتهامات، انا اتهمت بعده اتهامات كثيره جدا، اخذت براءات في فيها استاذ محمد صح؟ اخذت براءه في اتهامين، الاول في الشرطه اللي اتهمني فيه، والثاني في النيابه، والاثنين حفظتهم حفظ قطعي. هو قرر الاتهامات بعدها وبدا يتهمني في المحكمه، وبدا يعرض مبالغ غير اللي كانت موجود، وعمال يضلل وعمال يعني يلخبط في الاوراق، بمعنى ان مفيش ان ما كانش اصلا فيه قضيه في الشرطه. وانا توقفت في الشرطه، انا توقفت اتحبست في الشرطه، انا عارف انا اتحبست في الشرطه فتره، وفي الاخر الان جاي قدام كل الجهات في كل رحت طلبت رد اعتبار، فاقر قدام القاضي ان انا ما اتحبست ولا كان في قضيه في الشرطه. رحت قدام القاضي في المحكمه في القضيه الاخيره اللي رفعها عليا للمره الثانيه او الثالثه، يقول برضو ان ما كانش في قضيه في الشرطه. طب يعني هو الان بينكر القضايا اللي موجوده في الشرطه. استاذ محمد، استاذ محمد، احنا اتفقنا ان انا اخد نسخه من الصك مع حضرتك في اي حاجه، حضرتك استاذنا طبعا وكنت بتساعد وبتكتب لكثير من المصريين في الخارج، وانا اعلم ده تماما، وبعتمد على حضرتك في الحاجات اللي انت كنت كاتبها قبل كده. هستأذن حضرتك ان احنا هناخد بقية المداخلات، وفي فقرة في الاخر استاذة اسماء تشرح كل تعرفه عن قضية حضرتك، ومين الداعمين، ومين اللي واقفين مع حضرتك، وطلبات حضرتك ايه، واحنا كلنا تحت امر حضرتك، والبرنامج واللي عاملين فيه والشركاء فيه وكلنا تحت امرك. اتفضل يا فندم. معانا الحاج ام خالد من المنوفية، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، السلام ورحمه الله وبركاته. المستشار ازيك؟ في نعمه يا فندم، الحمد لله رب العالمين. بركاته. ازيك يا مدام اسماء؟ اهلا وسهلا يا حاج، اهلا بيك. انا والده خالد ابراهيم على عيد مذكور. ايوه يا فندم. من 6 سنين ابني خلص جيشه وقعد معانا شهر وواحد، قال له هسفرك بره وهو سافر، وقال له خلص لك ورق وكده وخد جوازه، واحنا لغايه النهارده ما نعرفش عنه حاجه من 6 سنين. ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك. كان في واحد معاه عدى لبنان، مسك في لبنان ورجع، فقال لنا دوروا على خالد. تمام. ففين طب راح فين؟ قال لي انا ما اعرفش بس دوروا على خالد. فرحنا للي ماشيه، قال لك بيقول له ابو خالد انا كل ما حد يقول لك حاجه تيجي تجري علينا وانا اعمل لك ايه؟ طول بالك انا هتصل اعمل اتصالات وارد عليه. اللي ماشيه ده، اللي ماشيه ده حاجه، اللي ماشيه ده اسمه معايا؟ اه اسمه صبري عطيه البتنوني. من طالما حضرتك قلت اسمه على الهوا، احنا بنوجه مع حضرتك بلاغ للنائب العام ضد الشخص ده اللي قتل وهيقتل وبيقتل ولادنا. انا رحت بعدها بقول له يا ابو محمد عملت ايه في موضوع خالد؟ قال لي وانت لسه فاكره الموضوع؟ انا نسيت. احنا بالفعل بنقدم بنجهز مذكره، احنا بنناشد كل المسؤولين بان كل سمسار وكل حد تاجر باحلام ولادنا وداهم لادنى ما وداه الموت. يعني هو مش موديه رحله، ده موديه بلد فيها اضطرابات وهيهربوا منها يوديها مكان تاني. ففي مسؤوليه احتماليه ان هو موديه موت. بالظبط، هو بيعديه من بلد ما فيهاش امان وفيها موت وفيها حروب. طب يعني هو المفروض مش شخص واحد، المفروض يتم معاقبته وحبسه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي معاك. والكلام ده طبعا المفروض مفترض كان يحصل من 6 سنين. احنا بقالنا 6 سنين مش عارفين حاجه عنه. احنا اسم خالد معانا؟ واحنا تعبنا والله تعبنا يا ابني. اسمه خالد معانا يا حاجه صح؟ اسم خالد معانا. احنا تحت امر حضرتك ومكملين معاك في الموضوع، وانا عن نفسي والبرنامج تحت امرك في اي حاجة لحد اما نوصل لخالد فين ومسؤول في ايه ومحجوز على ذمة ايه. شكرا فندم، اتفضلي. انا عندي حاجة مهمة جدا، عندي الفقرات بتاعتنا. احنا طبعا لو استقبلنا كل المكالمات مش هنتكلم في حاجة خالص. انا عندي قضية على ابو القاسم، اسرة على ابو القاسم والداعمين لعلي ابو القاسم بيحترقوا صح. بسبب الانتظار صح. اللي احنا مش عارفين سببه ايه. يعني الاسرة دي واحنا ناس انضمينا عليهم تقريبا حديثا، انا لا يمكن ان ادعي ان انا عملت اي حاجة في القضية دي. يعني انا اخر واحد وقف في الصف وبقالي 48 ساعة مش عارف في ايه. يعني قضية على ابو القاسم اتحالت من المحكمة العليا للمحكمة الجزائية بالظبط في تبوك. تمام، ده على الايه؟ على الموقع، على
على الموقع وده اللي وصل لأسرة المهندس علاء أبو القاص. طب اتحالت ليه؟ مش بيبان على ما الموقع. حدش عارف. طب ايه يعني احنا في ايه يعني احنا بنطالب بانقاذ واحد بس. طب اتحالت ليه؟ طب محكمة تبوك بتقول لك لا ما جاليش حق. المحكمة الجزائية في تبوك؟ اما راجعوا الناس بصفة شخصية ما وصلهاش حاجة. انا لسه كنت اقول لحضرتك بما انها رجعت المحكمة الجزائية على الويب سايت على موقع وزارة العدل. ده ممتاز. مفترض يبقى ممتاز، يبقى ان شاء الله صح؟ باذن الله في القرار انها طب هل رجعت يتعاد محاكمته عشان اعادة المحاكمة ولا رجعت عشان في استيفاء لبعض الملاحظ ولا رجعت ليه؟ يعني احنا فين؟ الناس دي اقسم بالله بيموتوا. يعني اسوأ من اي حاجه تحصل ان حضرتك تنتظري خبر وحش. يعني انا على ما اعتقد رجعت عشان مفترض يتم اعاده سؤال بعض الناس في القضاء هناك. انا لا اعتقد اصل القضاء لا يحق لي ان انا اعتقد طبعا. ولا يحق لي ان انا اخمن ولا يحق لي ان انا اتخيل. القضاء قضاء اكيد اكيد. بس انا بقول لحضرتك ليه ان انا مستنتجه. طب اين السفاره واين القنصليه العامه في جده؟ يعني ليه ما طلعلناش مثلا حد من الناس اللي اول لما قضيه على ابو القاسم بتتحرك وبتاخد اجراء كويس؟ انا بحس ان في فرح على مواقع التواصل الاجتماعي. بالظبط فعلا ده بجد. وكل الناس بتقول انا اللي عملت. يعني كل الناس والله. بس والله طب هو النهارده في ايه؟ هو يعني انا اتقل قبل كده على الخاص مالكش دعوه عشان انا شغال في الموضوع ده. يا عمي مع احترامي انا ما بعملش حاجه. مين اللي بيقول لك كده؟ اي حد. لا معلش انا بالذات قول لي مين. اي حد. لان الموضوع على ابو القاسم. احنا فين؟ عايزين يعني احنا خميس خلاص خلص، جمعه وسبت اجازه. الناس دي هتنتظر خمس ايام لحد اما تعرف، وفي ثلاث ايام راحوا لحد اما نعرف القضيه اتحولت ليه. وهيرجع تبقى لنا برنتات ويرجع يتقال لا ده انا اللي واخد البرنت الاول. الناس بتموت تاني. ما ينفعش يعني ما ينفعش. عندنا الموضوع التاني. انا معايا مداخلات طبعا معلقه. معانا استاذ شريف حسن من السعوديه. استاذ شريف اهلا وسهلا. انا اسف معلش انا طولت عليه. استاذ شريف. استاذ شريف معك اسمعك. اهلا وسهلا اتفضل. كيف الحال؟ والله في نعمه. ايش اخباركم المستشار؟ في نعمه الحمد لله رب العالمين. الان انا اكلمك بخصوص قضيه الاخ محمد احمد حسنين. اهلا وسهلا. اهلا بك. معاه بالنسبه للشتم اللي شتمه هذا اخو الكفيل، شتم السفاره المصريه، شتم المصريين وشتمه، ومعه عليه حكم شرعي من المحكمة. تمام. صدر وصك، والصك موجود وكل حاجة موجود. كويس. أما بالنسبة لتهمة الاختلاس فلها الآن 4 سنوات و41 شهر الآن ما قد استلم أي راتب. كويس. والأوراق رايحة جاية وكل يوم يقدم دعوة، قديها 4 دعاوي في قضية واحدة ما هي بالنهار. قضيتين حفظت في النيابة العامة. وحفظها موجود وصدر بها امر بالحفظ وهذه انتهت. كويس. قاموا اختلقوا قضيه ثالثه وقدموها في المحكمه في سانتا. تمام. جلست 17 جلسه في المحكمه واخيرا قدم دعوه رابعه بانه ما عاد المبلغ 3,400,000 قديه 700. كويس. في الدعوه الرابعه. والسفاره بلغنا السفاره شخصيا، انا بنفسي بلغت السفاره. وتواصلت مع المستشار ياسر العلواني وتقابلت معه في منطقة جيزان ده في جيزان. كويس. وذهبت أنا وياه حتى حقوق الإنسان. تمام. ورحنا الإمارة وأوعدني على أنه يجي ويزور الأسرة هذه المصرية. ولكن مع الأسف ما حصل أي شيء. أما حسن اللي أعرفه أن حضرتك من الداعمين لأستاذ محمد حسنين صح؟
ايوه هو عندي جاري وفي البيت وكلنا ان شاء الله كلنا مكملين. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. اللي يسالنا الله عنه احنا هنقدمه معه واحنا واقفين معه. هو احنا اول من كفلته في القضيه. انا عارف. واحنا اللي نعرفه ان حضرتك واقف معاه النهارده 4 سنين تقريبا، وبتتواصل مع السفاره وبتتواصل مع كل الجهات، ولو احتاج كفاله حضرتك اللي بتعملها له. ويهمنا نعرف ان حضرتك واقف ليه، يعني عايزين نعرف حضرتك واقف معاه ليه عشان نوضح للناس ان الشعبين دول واحد. بس احنا اسره واحده، نعتبر اسره واحده، وبعدين المسلم هذا اخويا المسلم. الله يديك الصحه، ربنا يبارك فيك والله يا استاذ. الله يديك الصحه يا عم حسن. اذا وقفت معاه مش يقف معاه، كنا كل انسان لا وقفت معاه سفاره، لا وقف معاه احد من المصريين، لا وقف معاه اي واحد. احنا كلنا معاكم يا عم حسن وتحت امركم، واللي يحتاجه استاذ محمد. عارف انه بريء، ما له اي حاجه، ما له لا في اختلاس ولا في شيء. اثنين محاسبين قانونيين واثبتوا براءته. هم كانوا اجتمعوا عندك انت عم حسن تقريبا، والكفيل اعترف قدامك ان معلوش حاجه، حصل؟ ايوه حصل. وكان اتفق مع موكل حضرتك ان هو يرجع له الارباح والايرادات، والكلام ده كان بتاريخ 14/9/2016، وعرفنا بعدها ان هو بعد ما الزم نفسه ان هو يدفع الايرادات والارباح ليه قدام حضرتك في بيتك، عرفنا ان هو يوم 20/9. انا عملت بينه اتفاقيه عندي في البيت. بالظبط، احنا عرفنا بعدها بست ايام ان هو يعني يوم 20/9/2016 عمل بلاغ ضد الاستاذ محمد، او عمل بلاغ ضد الاستاذ محمد حسنين، وبيتهمه بالاختلاس. ليه اشمعنا في الوقت ده بالذات يعني؟ طيب عم حسن، هو كمان هو بعد البراءه اللي خدها استاذ محمد حسنين تم احراق الشركه بكافه المستندات؟ نعم، احرقت الشركه في 23/1. اشكرك على كرمك عم حسن، وهو ده اللي احنا بنستناه من كل اخواتنا السعوديين، ان انتوا بتقفوا مع الحق ودايما ناصر للمظلوم. والله يجزاك الف معلش خير. معلش بس السؤال، هو فعلا صاحب الشركه قال له انا بتهمك علشان احمي نفسي؟ قال له الكلام ده قدامكم؟ هو قفل طبعا عم حسن، بس اكيد حصل، لان هو اللي كان حاكي ده الشريف حسن. نعم، هو الشريف حسن زيد، لان هم الاشراف. تمام. بس عفوا، طبعا معانا مين؟ ياسر، استاذ ياسر معانا، استاذ عبد اللطيف من دمياط. اهلا وسهلا يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ المستشار؟ والله في نعمه الحمد لله رب العالمين. سلام يا استاذ اسماء وحضرتك والناس الموجودين كلهم. تحت امرك، اتفضل يا استاذ حسن. لو سمحت يا فندم، انا كنت من فتره كده والدي الله يرحمه، هو كان طول عمره في دوله اليونان. تمام، الله يرحمه في راسه. كان هناك حوالي 40 سنه. تمام. وبعدين تعب كده وجاله كانسر فرجع، هو كان شغال صياد. الله يرحمه وربه يغفر له. تمام، فرجع هنا وتعالج، وطبعا كل ما يملك اتصرف على الموضوع ده. فاحنا عرفنا ان في يعني تامينات اللي هي طول عمرها هناك، الفلوس اللي كان بيدفعها وتامينات والضرايب والكلام ده كله. تامينات الايكا اليونانيه اللي كان بيدفعها هناك في اثناء عمله هناك في اليونان من 40 سنه. تمام. ف يعني خاطبنا الجهات وقدمت الاوراق بتاعته اللي تثبت الكلام دلوقتي، وطلبت ان هو يترد له فلوسه دي، يعني الفلوس بتاعته دي تترد له، لان انا سمع يعني قالوا ان الاولويه للمتوفين. فعلا 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 الاولويه للمتوفين. حضرتك قدمت والى الان ما تمش تحويل المعاش؟ لا، ما فيش اي رد عليا من اي جهه. طيب هنتابعك، هنتابعك على الخاص استاذه اسماء، تاخد رقم حضرتك من الكنترول وهنتابعك ونشوف ايه الاجراء اللي فاضل وتكملوا معاك، وباذن الله ان شاء الله باذن الله توصل لحقك. شكرا يا فندم، اتفضل. استاذه اسماء معانا، استاذه مروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حضره المستشار؟ والله في نعمه فندم الحمد لله. حضرتك، انا اخت خالد المهدي محمد محمود بركات. خالد متغيب من 21/6/2012. تمام. كان رايح برضو تبع تجار اللي هم بياخدوا الشباب زي حضرتك لسه بتقول دلوقتي. هو كان في قطر سوريا، وبعدين غاب 6 شهور في قطر ومرتاحش مع الكفيل القطري وكان مطلع عينه، فبعدين نزل ما غابش هنا 20 يوم، وواحد قال له هسفرك لبنان وعن طريق سوريا ومش هتدفع حاجه، والحوارات اللي هم بيعملوها على الشباب دي، اما توصل لبنان هتدفع 21,000 جنيه.
واحنا ما كناش نعرف اي حاجه من دي. صباح الصبح قال ده انا ماشي رايح فين وجاي منين، قال ده انا هسافر لبنان عن طريق تركيا. يا ابني ذكر بك، قال لا ده عن طريق تركيا. وبنفاجئ ان الراجل اللي هو مسفره ده اتصل علينا وقال خالد اتمسك عن طريق سوريا، كنت موديه عن طريق سوريا واتمسك هناك على الحدود التركيه 21/6 على الحدود السوريه في مدينه بسم الله الرحمن الرحيم السويداء، وهو داخل لبنان يعني على حدود سوريا لبنان. على حدود على حدود سوريا لبنان، اتمسك في مدينه السويداء ومن ساعتها ما نعرفش اي حاجه. طبعا انا كلمت الخارجيه وتواصلت مع استاذ اسمه احمد الشاعر وتواصلت مع استاذ محمد حسن، وقمه قمه الادب وكل حاجه قدموها لي، وابعت فاكسات ويعملوا لي كل حاجه، بس كل ما نبعت لسوريا يقول لك لم نستدل عليه لم نستدل عليه. ففي يوم اتصلوا عليا وقالوا لي احنا عايزين الهويه بتاعته، بعتين لنا صوره البطاقه بتاعته على فاكس عشان سوريا ردت علينا وقالت هو موجود في السجون السوريه. الكلام ده جاي بيه ورقه في وزاره الخارجيه، ده والورقه دي راحت هناك موجوده في وزاره الخارجيه. بعت انا صوره الجواز بتاعه وبعت الهويه بتاعته لصوره البطاقه بتاعته وبرده رجعوا قالوا لنا ايه ده، قالوا لنا هو مش موجود. فرجعوا قالوا لي احنا هنفضل وراهم برضه لان هو ممكن يكون مثلا ايه هم مش عايزين يدوهولنا. رجعت ناس جابت لي رقم السفير العمالي بتاع سوريا، ما كانتش الخطوط لسه اتقطعت، كلمت السفير العمالي بتاع سوريا وقال لي هو فعلا بالفعل ممسوك عندنا، وقال لي هو فعلا في السجون السويداء. طب هرد عليك واشوف الاجراءات اللازمه. وبعدها الخطوط اتقطعت وانضربت في سوريا وما عرفتش اتصل باي حد، كنت كل ما اتصل على الرقم اللي معايا ده مش موجود. كلمنا امه لا اله الا الله، شباب في لبنان كتير جدا كلموا الهلال الاحمر بتاع لبنان بيدور، بقالنا 7 سنين مامتي ما قعدتش بتشوف وهو ولد وحيد واحنا بنتين، وعملنا ما يعمل لحد ما جينا الاستاذه اسماء وعملنا توكيل معاها. معمول توكيل يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بص بقى بالنسبه لخالد خالد بركات. طيب بص يا استاذ، احنا طبعا قررنا ان احنا هنتعاون مع حد من المحامين السوريين مشكورا استاذ صحبان او مع المستشار صحبان بالظبط، ده تطوع معانا نقوم بكل الاجراءات الخاصه بسوريا بالزبط. كل الاجراءات اللي هتتم هنا في جمهوريه مصر العربيه استاذه اسماء هتقوم بيها. احنا منتظرين توكيلات يتم الاضافات عليها اللي طلبها مكتب الشرعي عقار الرئيسي باذن الله، وان يتم تصديقها. وخلال ايام باذن الله احنا بنكون ابتدينا نتحرك واحنا معاكم ومكملين وكلهم. وحتى لو المستشار يعني مش عايز اقول لحضرتك عملنا ايه، والله اقسم بالله انا 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 يعني انا مغضوض من كميه الناس اللي عمالين نتفاجئ. عدد كبير جدا بيزيد، بس يعني حسب الله ونعم الوكيل في اللي بيلعب بامال شبابنا وبيقتلهم وبياخد فلوس عشان لمجرد انه ياخد فلوس، فبالنسبه له مفيش حاجه تاني. ولو خدمتينا الوقت هتقولي اسمه على هوا ونتضامن مع حضرتك ونقدم بلاغ للنائب العام. من بلقاس اكتر من كده معرفش اسمه، حاتم من مدينه بلقاس تبع المنصوره. ان شاء الله نعترف فيه باذن الله واحنا وراهم لحد ما نخلص على الناس دي، لان الناس دي حتى لما بينجح في انه بيخرج حد اجره غير شرعيه بيسيء لكل المصريين الموجودين او المقيمين في الدوله اللي بيخش فيها بالزبط. وبيأثر عليهم وبيخاطر بالشباب دي، ده اذا وصل بيخاطر بالشباب إذا دي وصل. سواء بقى اللي ده رايحين عن طريق البحر ولا وكيل. الحدود. شكرا استاذ، حسبنا الله ونعم الوكيل. معانا الشريف حسن رجع لنا تاني تقريبا في حاجه. شريف زيد الحسن. تمام. شريف زيد الحسن، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش انقطع الاتصال، ما ادري من عندنا ولا من عندكم. لا اعتقد من عندنا. انا حديثنا كان عن بشان الشركة ومش الشركة والاتهام اللي اتهمه، والاتهام يعتبر باطل وما قد اثبتوا اي شيء. الحمد لله. انا بس عايز اسال حضرتك وكيل للشريك في الشركة دي يا فندم؟ حضرتك وكيل عنه؟ الشركة الثانية، وانا وكيل للشركة الثانية. تمام، انا بس كنت عايزة حضرتك تكلمنا عن النظامية بتاعت الشركة. الشركة ما لها أي أساس، أساساً مزورة الشركة. لا هي مسجلة في زكاة ودخل وفي خطاب بهذا الكلام، ولا هي مسجلة في مكتب العمل. اتاخد حكم بالكلام ده؟ ها؟ اتاخد حكم بالكلام ده؟ عندنا خطابات رسمية من الجهات الرسمية المختصة. إن ملهاش طيب. وجود. أستاذن حضرتك تبعت بس صور منها على أستاذة أسماء. طب معلش، هل وكيل حضرتك قدر ياخد حقوقه؟ من الشريك المتهم من الحد الان يعني موكلي ما اخذ اي شيء.
الى الان يعني انتوا كمان، انتوا كمان في دعاوى مرفوعه بينكم وبين الشخص ده؟ ايوه مرفوعه، في دعوه مرفوعه. طيب انا اللي فهمته، اللي فهمته بقى كده من الموضوع كله، ان طبعا بعد ما قعد معاكم وقال ان هو هيرجع الارباح والحاجات والايرادات اللي المفروض ان هو يعني على حد طبعا اتهمكم ليه باختلاسه. طيب احنا هنشكر استاذ زيد، لحظه، هو اتهم، وهنكمل بعد الفاصل يا فندم. انا عايز اقول حاجه، هو اتهم محمد حسنين بالاختلاس عشان يخرج هو من الدايره دي. ايوه هو الهدف هذا كله، يعني هو اتهم المصري اللي ملوش علاقه بالحسابات ولا له علاقه، هو لبسه هو الليله دي. استاذ زيد احنا بنشكرك وهنكمل معاك باذن الله بعد البرنامج، وهنتواصل وان شاء الله باذن الله معاكم، وانت بنشكر تاني كرمك ان انت واقف مع المواطن المصري المظلوم على حد تعبيره وتعبيرك واللي احنا استشعرناه. وهنرجع لكم بعد الفاصل، هنشوف مصير العم بليغ، هو هيبقى نفس مصير على ابو القاسم؟ وهنرجع نقول انقذوا العم بليغ بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. والعم بليغ، العم بليغ عايزين نعرف مصيره ايه. هنرجع نستنى وكلنا ما نفضلش نعمل حاجة لحد اما ينزل هاشتاج او بوست انقذوا العم بليغ من حكم الاعدام، ولا كل حد فينا هيقوم باجراءاته وهيقوم بدوره ويعمل اللي عليه وازيد شوية عشان نثبت براءة الراجل ده اللي أصبحت بالنسبة لنا تقريبا واضحة بنسبة 70%. أستاذة أسماء، العم بليغ أنا بالنسبة لي واضحة بنسبة 100%. تمام، اتفضل. طبعا حضرتك عارف الموضوع، وحضرتك ده آخر تطورات الموضوع، إن إحنا طبعا الحمد لله قدرنا نحصل على صورة رسمية من التحقيقات أول امبارح من محكمة جنايات الجيزة، صورة رسمية، واحنا خلاص دلوقتي جاري التصديق فيها، تمام، والمفترض ان احنا هنسلم نسخه منها لوزير الخارجيه ومساعد وزير الخارجيه لشؤون القنصليات عشان يتم ارسالها من خلال القنصليه المصريه للمحكمه الجزائيه في تبوك. جزء تاني او صوره تانية هتتسلم لمكتب النائب العام والتعاون الدولي، لان احنا طبعا كنا مقدمين عريضه للنائب العام، يعني المفروض ان هي اخر ما تم فيها ان في مخاطبه مع الانتربول السعودي، والمفترض ان احنا هنقدم لهم صوره رسميه عشان يتم ارسالها برضو بنفس الطريقه. يبقى في طريقتين، وفي نسخه تانية ان شاء الله هتروح للمحامي السعودي اللي الحمد لله رب العالمين عينته له المحكمه السعوديه اخر جلسه. لحد تواصل معاه؟ للاسف احنا لما نعرفش اي حاجه عن المحامي. طيب احنا معانا بنت عم بليغ توضح لنا اكتر. استاذه اميره اتفضلي. ازيك يا فندم؟ ازيك يا استاذ احمد؟ والله تمام الحمد لله يا فندم. ازيك يا استاذه اسماء؟ اهلا يا اميره، ازيك؟ الحمد لله. حضرتك يا استاذه اسماء، انا اميره بنت السواق اللي كان مسافر شيخ البرتقال، طبعا حضرتك عارفه اللي اتقبض عليه في المنقدبه. تمام، احنا لسه بنتكلم في موضوع والله بالصدفه. والله يا استاذه اسماء انا بشكر حضرتك جدا والله لقيتك معانا، وحضرتك جمعتي كل الاجراءات والتحقيقات اللي فيها براءته. حبيبتي ربنا يخليك، ده وجبنا برضه ربنا يخليك. طبعا الحمد لله، وحصلنا عليها اول امبارح بس. يا استاذ اسماء ما انا عارف. تمام، بس انا عايزه بس اعمل مناشده للمسؤولين من خلال البرنامج بتاع استاذ احمد. اتفضل. سواء هنا في مصر او الشرطات السعوديه، بسرعه بس ارسال اوراق رسميه علشان جلسه بابا يعني يوم 19 الفجر الجاي ده. 19/12. 19/12. وحضرتك عارفه يعني المحكمه السعوديه عندها اهم حاجه الدليل، وحضرتك معاكي البراءه ومعاكي الاوراق اللي تثبت اللي فيها المتهمين حقيقيين هي مسكين في مصر فيها براءته. تمام، مش عايزين بس اوصل صوتي للمسؤولين هنا في مصر
ان هم يبعتوا ممثل من القنصليه اللي هي المصريه في جده يحضر معاك الجلسه. احنا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذه اميره، وبنناشد كل المسؤولين بان يتابعوا القضيه بتاعت عم بليغ، وبطمنهم احنا الورق اللي معانا بيقول ان الناس اللي بيتحكموا في مصر هم اللي قاموا بده، وقالوا على لسانهم هم ما بين قوسين كده ان هم استغلوا عدد من السائقين المصريين بالزبط. في تهريب الحبوب المخدره دون علمهم بالظبط. بس واحنا بنضم صوتنا لصوتك، وان شاء الله باذن الله كل المسؤولين مش هتاخر عننا. معانا اخت عم بليغ، استاذه مديحه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه اسماء؟ ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا، ازيك؟ انا اخته الكبيره. اهلا مدام مديحه، ربنا يجيبه السلامه ان شاء الله باذن الله ويظبط براءه. ان شاء الله بحسك ان شاء الله وبحس مدام. احنا تحت امرك يا فندم. الامر لله. احنا بس عايزين يعني القلوب الرحيمه، القلوب الرحيمه للناس اللي هي ايديها طايله للشيء ده، ان توصل الاوراق دي، لان احنا فعلا احنا تعبنا احنا مش عارفين عنه حاجه خالص، وهو بقاله دلوقتي فتره كبيره ما حتى ما توصلش معانا. احنا مش عارفين فيه ايه عنده، احنا مش عارفين هو عنده ايه، تعبان في حاجه، ليه ما توصلش معانا لغايه دلوقتي وما قالناش اي شيء. فيعني انا مش عارفه يعني الناس دي ساكته ليه؟ الناس دي في براءه دلوقتي في ايديهم وتحت ادله مظبوطه اني بريء، ليه ما يتحركوش؟ ان شاء الله يتحركوا، وفي اسرع وقت يكون الورق وصل قبل الجلسه، ونبارك لك قريب ان شاء الله باذن الله على براءه عم بليغ. واحنا معاكي والبرنامج معاكي وانا شخصيا معاكي، ويا رب باذن الله يثبت براءته ويرجع لنا بالف سلامه. الف شكر لحضرتك. انا بس عايزه اوضح لها سبب التاخير ايه. طبعا انت عارفه ان القضيه محاله لمحكمه الجنايات، ومفترض ان في جلسات كانت شغاله، طبعا يعني ما كانش ينفع نقدر ناخد صوره رسميه من التحقيقات في الوقت ده. واحنا الحمد لله اخيرا وصلنا للصوره الرسميه، والمسؤولين في اقرب وقت ان شاء الله في خلال ايام هتكون عندهم الاوراق عشان يتم توصيلها لدايره هناك في دايره القضايا التعزيريه في المحكمه الجزائيه في طنطا. ايه اخر اجراءات حضرتك قمت بيها في موضوع عم بليغ؟ هو دلوقتي احنا جبنا صوره رسميه من التحقيقات، ومفترض ان يعني احنا طبعا اديت لحضرتك صوره رسميه عشان يتم نسخها بشكل رسمي ان شاء الله، لان طبعا مكتوب خط اليد، واحنا محتاجين يكون في نسخه كمبيوتر تكون واضحه قدام القاضي في السعوديه. وان شاء الله باذن الله يعني جاري التواصل مع حد هناك في السعوديه عشان يقدر يوصلنا للمحامي اللي تم تعيينه، ان ما امكنش في طريقه تانية ان شاء الله هبقول لهم عليها بعدين ان شاء الله، واقرب وقت باذن الله يكون في جديد. يعني مطمنه؟ اكيد ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله. ليه بقى مطمنه؟ ربنا يثبت براءه عم بليغ. ليه مطمنه؟ لان انا كنت بعت للشيخ القاضي بتاعهم هناك بتاع عم بليغ صوره ضوئيه، طبعا القاضي بص لها وشافها، ويعني تقريبا وان شاء الله باذن الله هو يعني مقتنع، بس طلب صوره رسميه وتكون واضحه، وعشان كده هو قرر حاجتين، قرر طبعا يعني تعيين محامي على نفقه الدوله هناك في السعوديه، وقرر ان هو يؤجل القضيه لحين يعني ارسال صوره رسميه من التحقيقات ومذكره براي النيابه في الموضوع. الشيخ لما بينتدب محامي بينتدب محامي، لان الجنايات ما ينفعش يتفصل فيها بدون محامي او وكيل شرع حسب ما المملكه العربيه السعوديه الانظمه بتاعتها بتقر. للاسف لا. للاسف احنا في قضايا عندنا كتير ما كانش فيها محامي، زي معمر القذافي وصلاح الصفطاوي، وقضايا كتير جدا ما كانش فيه محامين سعوديين، ما كانش فيه محامي اصلا. ما حدش دخل حضر معاه. ما حدش دخل حضر معاه. كل حضرتك قلت اساميهم دول، ايه اللي تم في قضاياه؟ معمر القذافي تم الحكم عليه بالقتل تعزيريا، قص رقبه لانه سواق، برضه كان زي عم بليغ داخل بشحنه، بس ده داخل بشحنه بصل، كنت انا اتكلمت عنه الحلقه اللي فاتت، وده سواق، لكن للاسف ما حدش وقف جنبه، ومفيش حد، مفيش محامي، مفيش محامي حضر، محامي سعودي، ما اهله معهمش يقوموا محامي سعودي حسب الانظمه السعوديه. وطبعا هو للاسف يعني مفيش جديد في تم حكم الاعدام في الاستئناف، وان شاء الله بنحاول نعمله التماس اعاده نظر، لان انا عملنا له محضر في نيابه نابورو، وتم يعني اخذنا صوره رسميه من المحضر ده، ومفروض مفترض ان اتصدر فيه قرار بان جاري موالاه التحري عن الواقعه نفسها، ومفترض ان احنا نبعت التحقيقات دي للسلطات السعوديه عشان السلطات السعوديه تبعت طلب انابه قضائيه من مصر بسؤال المتهمين
الحقيقيين اللي احنا حاطين اسمائهم في المحضر. بس ده لازم القضيه تتفتح تاني. احنا بنعمل عشان كده التماس اعاده نظر لان هي تأيدت في الاستئناف للاسف. طبعا احنا هنعمل التماس اعاده نظر لسبب ان طبعا ما كانش في محامي معاه، مفيش حد تابع القضيه، في شويه الغاز في القضيه وشويه اخطاء في حاجات معينه كده ان شاء الله احنا شغالين عليها وان شاء الله خير باذن الله. طيب معاك في الغربه مع برضو صلاح الصفطاوي. برضو انا هتكلم عن صلاح الصفطاوي، ده شاب كان هو في السعوديه وكان واحد صاحبه اتصل بيه وقال له انا باعت شحنه او كرتونه فيها كتب سلاح التلميذ، استاذنك هتاخدها وتسلمها لابن اختي نفس الطريقه عشان يذاكر فيها. نفس الطريقه طبعا شركه ارامكس تقريبا راح تسلم له كرتونه الكتب بتاع سلاح التلميذ وقبضوا عليه، قالوا له انت فيها حبوب مخدره. طب ازاي مش بتاعتي انا، مجرد حد بعت حاجه هسلمها لحد كتب ما اعرفش فيها ايه. طبعا هو عشان يتاكدوا اذا كان هو صادق ولا مش صادق خلوه عمل اتصل بالشخص اللي هو ارسل الكرتونه لصلاح التلميذ وتسجل له الاعترافات بتاعت الشخص دوت ان هو بيعترف بشكل غير مباشر ما اعرفش ان في حد سامعه، وسك الحكم طلع ان المتهم اللي في السعوديه صلاح الصفطاوي حسن النيه، ومع ذلك خد 15 سنه. يعني القاضي بيقول ان هو حسن النية، قال كده في الحيثيات الحكم وسك الحكم انه حسن النية لا يعلم شيء. ليه ما اتخذش هنا اجراءات ضد اللي ارسل؟ اخذنا هنا اجراءات وعملنا محضر برضو في النيابة هناك في المنصورة وتم حفظ المحضر لعدم حدوث الواقعة داخل الاراضي المصرية. لذلك احنا بنرجع تاني نفس المشكلة بتاعت صلاح الصفطاوي محمد معمر القذافي وعم بليغ وخالد عيد والناس دي كلها. اعتقد ان النهارده موضوع مفروض يعني موضوع العم بليغ وفر شوية في مواضيع السواقين اللي بيطلعوا بشحناء. لا بص هقول لك حاجة، موضوع عم بليغ ده مش يعني اللي حصل ان هو حظه حلو ان اهله تواصلوا معايا بسرعة عن طريق وزارة الخارجية وكلموني وانا تواصلت مع وزارة الخارجية ومكافحة المخدرات والحمد لله بسرعة الموضوع خلص، ان اتقبض على المتهمين واعترفوا كل ده خلص من غير ما نعمل محضر ضد المتهمين لان هم اتقبض عليهم. طيب لكن غيره لا. قلنا الحلقات اللي فاتت معاك في الغربه مع علي ابو القاسم، معاك في الغربه مع العم بليغ، تمام، هل نقدر نقول معاك في الغربه مع معمر القذافي؟ اكيد معمر القذافي يعني انا معايا سك الحكم وفي حاجات غلط كتير ومفترض ان يكون في محامي، فان شاء الله احنا معايا برضو ومع صلاح الصفطاوي. وصلاح الصفطاوي يعني الكل يعلم قضيه صلاح الصفطاوي والسوشيال ميديا كله كان بيتكلم عليها الفتره اللي فاتت، محتاجين القضيه دي تتفتح ومحتاجين تدخل التعاون الدولي طبقا للاتفاقيه المبرمه بين مصر والرياض، اتفاقيه الانابه القضائيه تفعلت في الجزئيه بتاعت علي ابو القاسم بعد يعني احنا محتاجين التعاون الدولي لان هقول لحضرتك حاجه، احنا لما بنروح التعاون الدولي هما يمكن يكون في بعض الموظفين بيبقوا فاهمين الامر غلط، لما بقول له في حد متهم في السعوديه وكده يقول لي على طول كده هو يعني يا استاذه لازم تجيبوا محامي في السعوديه. طب يا فندم احنا جبنا 20 محامي مثلا في السعوديه، في اجراء هنا في مصر المفروض يتعمل، انا لما بروح النيابه نعمل محضر بيقولوا لنا الواقعه ما حصلتش هنا، عايزين انابه قضائيه من السعوديه، فانا قدمت لك طلب للنائب العام عريضه المفروض نشتغل عليها ان احنا نخاطب السلطات السعوديه انهم في قضيه عندنا او في موضوع عندنا متهمين هنا محضر رقم كذا 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 عشان السعوديه تبعت طلب انابه قضائيه والمحضر يشتغل. هم هنا اصلا رئيس النيابه او المحضر بتعمل بتحفظ مش بيجيبوا المتهمين، مش بيجيبوا المتهم. طيب يسالوا معاك في الغربه بخصوص قضيه عطيه مصطفى الشحاء المتهم بالقتل في لبنان، تمام، ايه اخر ما توصلنا اليه؟ انا متابعه هناك مع حد هناك ان شاء الله باذن الله في لبنان وبيتابعوا في المحكمه ومع رئيس الهيئه الاتهاميه المفترض ان الاوراق بتاعت مصطفى عنده ان شاء الله منتظرين القرار. عطيه مصطفى منتظرين القرار باذن الله عشان نقدر نشوف احنا باذن الله في اقرب وقت نسافر لو القرار طلع باذن الله ونكمل اجراءاتنا طبعا يعني مع حضرتك. يعني نقدر نطمن اهل عطيه مبدئيا ان شاء الله خير باذن الله، بس لسه القرار ما ظهرش احنا بنتابع على القرار بس قريب هينزل القرار. بنسعى ان احنا نكون طوق نجاة لعطيه وان شاء الله رب باذن الله ما تحكمش عليه وربنا يثبت براءته باذن واحدها ان شاء الله. طيب احنا عندنا بقى يعني 1000 اسره فريسه للجوع والضياع في المملكه العربيه السعوديه، تمام، الألف أسرة دول تقريبا متقسمين 300-250-300 كده على 3 شركات، تمام، 3 شركات للأسف منهم شركة بن لادن
منهم شركه. الشركه اللي كفلها هنا اللي صاحبها هنا في مصر. صح؟ بالظبط. ومنهم شركه ثالثه. شركه ايه؟ بلادن، وتقريبا شركه اسمها ايه اللي كانت اتفتحت المره اللي فاتت؟ ياسر. استاذ ياسر يقول لي اسامي الشركات اللي فيهم ال 300. طيب احنا طبعا معانا شركه بلادن، ومعانا شركه بسمان، ومعانا شركه تقريبا اوجي. تمام. ثلاث شركات سعوديه. ثلاث شركات سعوديه. ثلاث شركات سعوديه. ثلاث شركات سعوديه فيهم حوالي 1000 وشويه مواطن مصري. تمام. قاعدين تقريبا ما بين سنتين ونص وثلاث سنين ما فيش اكل وشرب. ما فيش اكل وشرب فعلي. مش ما فيش اكل وشرب بس يعني. عشان المساعدات. ويا ريت لاقين مساعدات. يعني يا ريت الناس دي حتى لاقين حد يساعده. الناس دي قاعده بدون رواتب، بدون علاج، بدون اي حاجه. بس اين مؤسسات الدوله؟ ارجع لحضرتك تاني برضو. مؤسسات الدوله ما بقولش اين مؤسسات الدوله في انها تعمل اجراء مش بتاعها خالص اطلاقا. بالظبط عشان نبقى ولكن وطعين. النهارده الناس دي معاها احكام نهائيه. المفترض يكون في متابعه فعلا وفي التنفيذ. احكام نهائيه واي حاجه بتطلب منهم قانونا او نظاما هناك بيعملوه. بالظبط. بس حقيقي. طب حقيقي. ايه؟ حقيقي لازم السفاره هناك برضو تتابع حضرتك. السفاره مع السفاره مع جهات تعمل التنفيذ. ايه؟ السفاره تعمل ايه؟ يكون في متابعه مع جهات التنفيذ. لا احنا طلبنا من الوزارات هنا انها تناشد ما نشدتش، وطلبنا معاد عشان ندي الورق ما قبلوش. معانا كمان العاملين بمجال المحروقات في الاردن. اه طبعا احنا بنناشد مع الوزير محمد سعفان وزير القوى العامله. انا اعلم تماما انه لا يدخر مجهود، واعلم تماما مدى علاقته بمعالي وزير القوى العامله في الاردن. الاردن اه. احنا كنا نشدنا قبل كده معالي وزير القوى العامله في الاردن، ومشكورا وكل الشكر والتقدير لمعاليه. اه. بس حل مشكله من مشاكل بتاعت شركتين من الشركات العاملين بمجال المحروقات في الاردن. اه. يبقى عندنا شركه واحده. شركه المناصير. اه. للمحروقات. الشركه دي فيها، والشركه دي فيها تقريبا ما يقرب من 300 عامل مصري. لا 3000 عامل. لا انا عندي 300 عامل. المناصير بتاعه المحروقات. المناصير بتاع المحروقات. الاول كان الوضع يتعلق ب 3000 عامل عشان كانوا ثلاث شركات. بشكل عام في المحروقات. تمام. بالظبط كده. تمام. لكن النهارده شركه المناصير لوحدها كان تقريبا فيها 250. اه. بس للاسف الشديد ما وزير القوى العامله الاردني صحح اوضاع بعض الشركات، والشركه دي لا. احنا بنناشده بكل يعني الود والحب بين الشعبين. يعني الناس دي تاخد سنه حتى. بالظبط. يعني الناس دي تاخد سنه عشان تجدد فيها تصريح العمل، ويبتدي ياخدها مرحله انتقاليه ان هو يعرف يرجع. لان حتى مش ما يحقروش انه ينقل على حاجه تاني. آه. بس فللاسف الشديد احنا بنناشد وزير القوى العامله المصري ووزير القوى العامله الاردني. احنا بنطمع في كرامكم ان الناس دي تكمل سنه، يعني تمدد لها سنه بس على اساس تبقى مرحله انتقاليه، وبعد كده النسبه تقل زي ما تقل يكمل. اه بس يبقى في فرصه، لان الناس دي عايشه هناك باسرها واولادها ومدارسهم و و و خلاص. في ناس بقالها 15 20 سنه. وانا اثق في ان احنا نطلع المره الجايه هنشكر معالي الوزيرين، لان اشكر في كرم اخلاقهم ومجهودهم العظيم اللي بيقدوه. أعتقد احنا الحلقه الاولى اللي اتكلمنا فيها عن الموضوع ده كان فعلا معالي وزير القوى العامله الاردني فعلا صحح بعض الحاجات ومد فترات لبعض المجالات واصدروا قرارات كويسه جدا، بس لسه شويه موضوع المناصير. معانا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا فندم. الو 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 استاذ احمد. ايوه فندم. اين معك عبد الرحمن؟ انا ولد علي بالتاجي. اهلا وسهلا عم عبد الرحمن. يا مرحبا بيه. اهلا وسهلا. انا ابني مع الجماعه اللي هم بتوع وضع سوريا ده، ورحت الصليب الاحمر والله يا استاذ احمد. وقال لي ابنك موجود في سوريا، وفي حد مش هيعرف ابنه يا استاذ احمد. لا طبعا. قالوا لك ايه يعني بالظبط؟ في حد مش هيعرف ابنه، يعني ان هو
وحش او حلو او ماشي مع ناس وحشه او ماشي ابني طالع وهو عنده 19 سنه استاذ احمد. ربنا يرجعه بالسلامه. عم عبد الرحمن ورحت والله ما كان بادي عندي يعني انا دلوقتي انا منتخب الريس يعني انا مش راجل ان انا وحش ولا ابني وحش. ما حدش قال كده يعني خالص يا عم عبد الرحمن. ما حدش قال كده خالص. ربنا يديك الصحة ويرجعوا لك بألف سلامة إن شاء الله. والله العظيم يا أستاذ أحمد يعني ده كلياته وأنا ما عملتش أي حاجة يعني أنا ورحت في جميع الجهات كلها والله. ربنا يطمنك عليه إن شاء الله بإذن الله نطمن عليه قريب. ما كانش باقي غير إن أنا أروح للريس قصر الجمهوري لو أنا ما اتقابلتش معاك. هو فعلا في ناس قدمت شكوى بس يعني لسه ان شاء الله باذن الله يعني في ناس قالوا ان هم قدموا شكوى في قصر عابدين. اعتقد ان اتفضل يا فندم. يا استاذ احمد والنبي ساعدنا في الموضوع ده. انا تحت امرك يا عم عبد الرحمن. انا تحت امرك ومعاك في كل حاجه انت عايزها مني. انا تحت امرك ومعاك في كل حاجه. معاك ومعانا المحامي الاستاذ سحبان ومع المستشار سحبان معانا بس مستني الاجراءات تخلص بتاعت التوكيلات وان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ممكن نبشركم ونبشر نفسنا بخبر كويس عنهم يا رب العالمين. بنت ام هي كلمها كلمتين والنبي. تحت امرك. الو الو ايوه فندم. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ احمد بالله عليك تقف معانا احنا ناس غلابه. يا امي انا تحت امرك والله والله تحت امرك وبقول كده كلام وخلاص. انا تحت امرك في كل حاجه محتاجاه منك. لو احنا ناس حالتنا حلوه مش هتقفوا جنبنا عشان احنا غلابه مش لاقين حد يقف معانا. يا امي ده احنا خدامينك. احنا معاكم احنا معاكم والله واحنا متواصلين وان شاء الله باذن الله في سوريا المحامي الاستاذ سحبان هيكمل اجراءاته بس منتظر بس التوكيلات ان شاء الله باذن الله. حاليا دلوقتي جاري التصديقات عليها بشكل رسمي عشان نبعتها له ان شاء الله. يا استاذه اسماء بالله عليك لا خلي لك عيالك يا رب. انت معاكي عيال وحاسه بقلبنا وحاسه باللي احنا فيه. حبيبتي انا معاكم والله قلبا وقالبا والله معاكم وان شاء الله الاجراءات اللي من ناحيه الجانب المصري انا يعني متبنياها وهتابع مع بلاغ النائب العام وان شاء الله والله ورحت وزاره الخارجيه ومتواصلين. ما تقلقيش ان شاء الله يعني باذن الله في اخبار حلوه بعد كده ان شاء الله. يعني انتوا تحسوا بينا ان احنا لو الناس حالتنا حلوه ومبسوطه او فينا حاجه وحشه من كمين لاي اخوانا او اي فريق وحش مش هنطلعوا يلا الطلعه دي. هنعيشوا حياتنا بالطول وبالعرض ومش يعني مش هنخش سوريا. يا امي احنا تحت امرك. غلط يا استاذ احمد. احنا تحت امرك وخدامينك وما تقتليش هم حاجه وكل حضرتك محتاجاه احنا معاك ويا رب نقدر ويجعلنا سبب ان احنا نبشرك ونبشر نفسنا بان هم كويسين ويرجعوا بالف سلامه باذن الله. ربنا اللي يعلم بينا احنا شغالين يوم بيوم. تحت امر حضرتك تحت امر حضرتك. ربنا يطمنك عليه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يطمنك عليه وهيجي ويظهر بالسلامه ان شاء الله. تحت امرك فندم. تحت امر. ربنا يبارك لك يا رب. اتفضلي يا فندم اتفضلي الف سلام 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 سلام. استاذ اخيرا اجراءات البحث عن مفقودين في سوريا. بس واقفه على ايه عشان اهالي هو اخر حاجه احنا دلوقتي جاري التصديقات والعمل الاجراءات اللازمه بخصوص التصديق على التوكيلات ومفترض ان احنا متواصلين مع الاستاذ سحبان في سوريا وهنبعت له الاوراق واحنا من الجانب المصري طبعا بلغتنا واجراءاتنا اللي بنقوم بيها ان شاء الله في مكتب النائب العام ووزاره الخارجيه شغالين ان شاء الله. طيب اخيرا موضوع بلاغ الهروب. بلاغ الهروب اعتقد بيجي لحضرتك 2000 رساله في اليوم وانا بيجي لي مثلا تقريبا زيه كتير جدا. بس بلاغ الهروب تحديدا بسرعه جدا لو اتعمل خلال من تاريخ البلاغ لمده 15 يوم نقدر نعترض عليه زي اي قرار وناخد اجراءاتنا في ان احنا نرفع البلاغ. صح صح. طب لو عدت الفتره دي تمام وانا شاكي في مكتب العمل اقدر ارفع البلاغ بالظبط. بس لو ما تمش اختاري بس وقدمت شكوى للتفتيش بتاع مكتب العمل بقدر ارفع البلاغ. بس اهم حاجه اثبت انا كنت فين بصلتي بالعمل خلال الفتره دي. بالظبط. جيب شهود او اي حاجه تثبت انت كنت فين في الوقت ده. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا ابلغ عن هروب وبعد سنتين عايز اخد اجراءات. لا طبعا ما ينفعش خالص. لازم يبقى في معقوليه في التقاضي اثناء الفتره دي بس عشان اثبت حسن نيتي. ما استناش لما النهارده يبقى فيه مساومه. وبعدين خد بال حضرتك ان هو مهما هياخد الشخص اللي بيقول حضرتك عشان ارفع البلاغ فلوس مش هيرفع البلاغ لان احيانا
لا بيبقى بايد ده ولا بايد ده, لا بايد المبلغ ولا مبلغ عنه. بس هو خلاص وضع ثابت وانتهى ملهوش حل. بس طب عندنا موضوع اخير, موضوع التامينات الاجتماعيه. في حد من اللي اتصلوا اتكلم عن موضوع التامينات في اليونان, العائدين من اليونان ليهم معاشات؟ اه طبعا ليهم معاشات في اتفاقيه مبرمه بيننا. نعم ليه طبعا؟ لان اليونان من ضمن الدول اللي عملت اتفاقيه مع مصر بتحويل المعاشات للمصريين. وفين الدول الثانيه اللي عملوا ده؟ في هولندا وفي بعض الدول يعني بس مش كل الدول يعني, يعني في دول تانية بتديك مكافاه نهايه الخدمه. لا مكافاه نهايه الخدمه مش من مش تبع التامينات. لا مش من الدوله. اه مش من الدوله, دي من الكفيل او من صاحب بالزبط. الشركه التامينات صاحب العمل. طب في السعوديه التامينات اللي المصري بيدفعها مفترض بتروح فين؟ راحت فين؟ راحت خلاص دفعت. يعني مش بترجع لك تاني على شكل مرتب زي احنا زي موضوع اليونان؟ لا طب لا في اليونان يختلف تماما. يعني حضرتك بيسالوك انت التامينات, لو انا مصري بدفع شريحه تامينات, ولو انا جنسيتي البلد اللي انا شغال فيها بدفع شريحه اخرى عشان بستحق معاش. اه يبقى انت ما بتدفعش التامينات المستحقه. المتحصلات مني, ما هو مش انا اللي اخترت. ما الكلام ده لو حضرتك خيرتيني هتدفع تامينات المعاش ولا هتدفع تامينات وبس؟ على حسب بقى نظام الدوله. تمام. في السعوديه يعني النهارده احنا في قانون تقريبا حضرتك بشرتينا بيه اللي هو قانون التامينات الجديد. ده القانون المصري. بالظبط. اللي هيتطبق في 2020 1/1/2020. بعد كام يوم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ما فيهوش اي حاجه تخص العاملين بالخارج؟ لا طبعا في جزئيه هنتكلم عنها بتخص يعني مش هتكلم عنها باختصار يعني في بند كده بيتكلم عن الفئات اللي بينطبق عليها تصنيف او يعني العاملين بالخارج بالنسبه لمستحقاتهم في التامينات, وتسري عليهم احكام القانون الى 4 تصنيفات. يعني 4 تصنيفات اللي هم طبعا اولا العاملين المرتبطين بعقود شخصيه. طب ليه ما نعممش؟ ما هو التامينات الاجتماعيه كده كده هتفتح التامينات لجميع المصريين في الداخل. ايه الفرق بين الداخل والخارج؟ لا الخارج على حضرتك مثلا انا كده كده بدفع والله حسب. بس حضرتك اللي ما بتقوليش ادفع كام؟ لا ما انا لسه قايله لحضرتك دلوقتي الموضوع ده بشكل خاص بالنسبه لمصر, لكن انت دلوقتي عايش في المجر مثلا او عايش في المانيا مش مؤمن عليها؟ مؤمن عليك بقى. احنا بقى نتكلم في اتفاقيه تعاون دولي بين مصر وبين الدول دي, اذا كان في اتفاقيه نطلب بتفعيلها, اذا كان مفيش اتفاقيه نعمل نطلب اقتراحات. طب ما ناشد المسؤوليه. مفيش طبعا لما اجي اقول لحد النهارده عقده انتهى في المملكه او في اي مكان, في الامارات في البحرين في قطر في حضرتك لسه قايل دلوقتي في السعوديه. وانا اسف ان انا قلت قطر طبعا, بس في اي دوله في من الدول دي تمام, ما هو بيخاف ينزل لانه هينزل ملوش معاش. ما هو برضه حضرتك بنرجع يعني النظام بتاع الدوله دي, يعني نظام السعوديه حضرتك قلت ان احنا ما بندفعش تامينات الجزء يعني الخاص بالمعيشه. حضرتك عايز تقنعيني ان اليونان اقرب لمصر من الدول العربيه؟ لا طبعا, بس طيب. في اتفاقيه. طب ما نطالب بيها. اتفاقيه بتطبق. طب ما نطالب بيها برغم اليونان ان الحاله الاقتصاديه بتاعتها ما نطالب بيها بدل ما نطالب بحاجات تانية. ما احنا بنطالب معاك اهو احنا عايزين كل دول العالم تعمل في بعض المقيمين في الخارج بيخشى من الرجوع لمصر حتى لو هيزودوا شويه نسبه التامينات اللي المصريين بيدفعوها. معانا استاذ محمد من كفر الشيخ. تمام. مكالمه اخيره. اهلا استاذ محمد. اهلا استاذ زكريا الصحن. والله في نعم الحمد لله. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله رب العالمين. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا وسهلا الحمد لله اهلا بيك. والله استاذ احمد انا كنت عايز اكلم حضرتك بس بخصوص الناس المتغيبه في سوريا. احنا الموضوع معانا محمد وما تقلقش باذن الله معاك في الغربه معاهم لحد اما نلقى هم فين ومسؤولين عن ايه, وان شاء الله باذن الله يرجعوا مصر في اقرب وقت يا رب العالمين. بس للنائب العام استاذ احمد وعايزين الناس دي تتحرك. الناس دي انا 6 سنين في ناس بتموت بسبب الناس دي. ان شاء الله باذن الله نعرف هم فين ونطمن عليهم ونطمنكم عليهم ونفرح معاكم بان هم عرفنا هم فين وان هم راجعين بالف سلامه رب العالمين. شكرا استاذ محمد. ربنا يطمنكم عليهم ان شاء الله. طيب أستاذ لو النهاردة حضرتك هتحركي حاجة وهتطلبي محتاجة مين يطالب من وزارة زي التعاون الدولي انها تفعل الاتفاقية دي او تطلب بيه؟
اكيد طبعا. المفروض اولا وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج طبعا. وليه مش الكيانات يا فندم حضرتك؟ احنا بنتكلم الكيانات بتوصل يعني اصوات المصريين في الخارج بمؤسسات الدوله. طيب ما هو ده صوت اهو. تمام يا فندم. لا هم بيكلموا وزاره الهجره. ومفيش حد قال لحضرتك خالص على موضوع المعاش ده؟ معاش ايه؟ ان هو مصري وبيعمل في الخارج وضاع عمره 30 و40 سنه وخايف ينزل عشان مش هيلاقي ياكل. طبعا كل الناس بتقول لي كده. طيب 90% من المصريين في الخارج يقول احنا مش عايزين ننزل هناكل منين؟ فين؟ ما فيش معاش لينا اصلا. مين مثلا رئيس الاتحاد؟ موضوع مهم جدا. لا بحضرتك بتناشد بقى السلطات الدوله. لا انا ناشد الاول اللي يطلب من سلطات الدوله. لا انا بناشد وزاره التضامن الاجتماعي بانها تشوف حل للموضوع ده، لان وزاره التضامن الاجتماعي ممكن يكون عندها اقتراحات معينه ويتم يعني التعاون او هي تتواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي بتاعت الدوله الدول دي، زي ما التضامن الاجتماعي في تواصل بين التضامن الاجتماعي في مصر وفي هولندا او في اليونان، وبيتم تحويل المعاشات، يتم بقى يعني عمل اتفاقيات بين الدول الثانيه زي السعوديه زي دول الخليج زي دول اوروبا. الناس دي الناس في عدد كبير جدا من المصريين في السعوديه طبعا. احنا بنقترح ان هم يعملوا القانون ده، يعملوا الاتفاقيه دي، يعني يكون في اتفاقيه لتحويل المعاشات التأمينات اللي الدفع، حتى لو هيبقى في مبلغ زيادة بالدفع لمد كل كسور التواصل مع المصريين في الخارج، بس مش هيتنفس حاجة إلا لما هطلب منه. إلا لما طبعا. إيه اللي ناقصك في موضوع مبالغ؟ وكنت عايز أقول لحضرتك حاجة تاني برضو، من أهم يعني الناس اللي المفترض يطالبوا بحقوق المصريين في الخارج 8 نواب اللي انا اتكلمت عنهم قبل كده. ان قلت فين ما دورهم؟ ما بيعملوش حاجه اللي صح؟ بيعمل. اي طب ما انا سالت حضرتك على الاتحاد اللي انت بتقولي بيعمل. لا يا فندم ما بقولش بيعمل، انا بقول لحضرتك الاتحاد زي احزاب هنا مثلا، في احزاب نشيطه وشغاله وفي احزاب الاتحاد في فروع نشيطه وشغاله. مطلب لا اتحاد بقى او اي جمعيه او اي او اي او اي جهه. لان عندنا كتير جدا من المصريين العاملين بالخارج بيخشى الرجوع، بيخشى الرجوع بسبب انه ملوش معاش، وهو للاسف كده كده اصلا ملوش معاش. حتى لو هنستثني الناس المؤمن عليها بالفعل اللي هم بيسددوا معاشاتهم عشان اجازات بدون عمل، ولكن الباقي نفس المدد، وحتى لو حضرتك هتعلي عليه شويه. يعني واحد زي اللي في العراق اللي بيقول لك انا بقالي 38 عندك سنه حاجة او عايز اضيفيها؟ لا خلاص يعني تقريبا الموضوعات كلها. انا اتكلمنا عن قانون القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 اللي هو مقرر تطبيقه ان شاء الله في اول يناير. ده اللي احنا بنتمنى. في مشكلة تاني طبعا، مشكلة الباسبورات في السفارة بتاخد سنة وسنة ونص في سفارة اتينا، سفارة مصر في اتينا. تمام. ودي طبعا جات لنا شكوى من حد هناك ومن عدد من الناس كمان. تمام. وللأسف بيتم رفض اقامتهم بسبب تأخير جوازات السفر، لان طبعا جواز السفر لما ياخد سنة وسنة ونص ممكن اقامتي تترفض طبعا. هتفضل متعلقه في السيستم. مفيش تمديد؟ لا مفيش تمديد. وفي ناس طبعا عندها لا مش، وكمان في مشكله تانية اللي ضيع جوازه ده اللي بيتاخر اكتر. يعني ممكن لو انت بتقدم بتاخد شهور، لكن لو جوازك ضايع، لو انت منتهي بياخد شهور، لكن لو جوازك ضايع لا بياخد وقت كبير جدا. وفي ناس عندها مشاكل مع الضرايب بسبب الجواز برضه هناك في اليونان. تمام. يعني انا طبعا في الاخر طبعا بنعتذر لكل الناس اللي حاولت تتواصل معانا وما قدرتش. ده اكيد مش يعني ما بقاش بمزاجنا احنا او كده، بس هو من العدد. احنا طبعا كل ما بيحصل ده بنحس قد ايه حضراتكم بتثقوا فينا، وبيحسسنا قد ايه ان احنا علينا امانه في التوصيل. ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجايه يكون في مساحه اكبر وحضراتكم كلكم تواصلوا معانا. وخلال الفتره ما بين الحلقه والحلقه كلنا بنسعد بتواصلكم معايا ومع استاذه اسماء، وإن شاء الله نرد على كل استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.